الاهلي صرخ واشتكى واحتج واتكلم على ضغط المباريات لانه كان بصدد جدول لازال غير ادمي بالمره، بتصفروا المحله وتصفروا اسكندريه عشان يجي يلعب ماتش القمه ويلعب كل اقل من 3 ايام مباراه، وهو كانه بيعاقب على مشاركته الافريقيه، ولا حد اتكلم ولا حد قال يا جماعه ده وضع غير ادمي. لكن بمجرد ما علاء محمود علاء اتعور ومش عارف مين اتعور في نادي الزمالك، الاقي الاستاذ فتحي سند اللاعبون يفرفرون ويبدا الكلام دلوقتي. قال ايه؟ حس وشعر بمشكله ضغط المباريات اللي النادي الاهلي بقاله شهرين محدش عايز يسمع له، وكان بيهاجم على احتجاجه على ضغط المباريات. دلوقتي افتكروا انه ضغط المباريات بقى خطر جدا. الاهلي تم ضغط مبارياته اعتبارا من 14 ابريل، لانه دلوقتي بيقول لك ايه؟ الزمالك اتضغطت له المباريات عشان الاهلي يكسب. لمصلحه مين اللي حاصل ده؟ ونسيوا، نسيوا ان الاهلي من 14 ابريل ل 10 مايو يعني 16 يوم بالظبط، 8 مباريات بواقع مباراه كل اقل من 3 ايام. محدش يتكلم. محدش يتكلم والاهلي بيلعب 8 مباريات كل 3 ايام. كانت النتيجه خسر عدد من النقاط اعتقد كلكم تابعينها وعارفينها. طب والزمالك دلوقتي بيشتكي علشان ضغط المباريات، هل شكوته منطقيه وحقيقيه ولا لا؟ بعد الفاصل.